ها شنو صار؟ أمبي من صدقكم للحين ما أجرته وشاليه؟ إيش دعوة؟ خلاص خلاص خلي الموضوع عندي، خلي الموضوع عندي خلاص. سكن سكن سكن، والله هذا حلو. حجزنا حجزنا. أبليكيشن سكن، هذا الأبليكيشن اللي فعلاً راح يخلي حياتكم أسهل، وراح يخليكم توصلون للعقارات اللي أنتوا محتاجينها بطريقة سلسة جداً وبتنوع كبير. يعني في عندهم بيوت، في عندهم شقق، في عندهم أيضاً أماكن تجارية للي حاب يفتح مشروعه في مكان مميز. شاليه الحلو هذا اللي صورته في التقرير اسمه شاليه أنطاليا، هذا راح ينحجز بدينار واحد. شلون؟ حاليا عندنا اليوم وباكر، طبعا هذا مو طول الوقت بس اليوم وباكر تقدرون تحجزونه بدينار. تدخل تحجز، تشوف طريقة الحجز شلون سهلة وبسيطة، دينار واحد. وكل اللي راح يحجزون، بس طبعا واحد فيهم راح يفوز، راح نسوي سحب عليهم، واللي ما راح يحالف الحظ الدينار هذا راح يرجع له في المحفظه مالته في سكن هوليدي، يعني ما راح يروح عليه الدينار، راح يستخدمه في الحجوزات الجايه ان شاء الله. شكرا للسكن اللي فعلا سهلت علينا ان احنا نتجمع مع حبايبنا باسهل الطرق وباسرع وقت. يلا كان جايتكم، نزلوا يا جماعه نزلوا.